الرحمن الرحيم. في الواقع أنا سعيد بوجودي هنا في فنلندا. جئت بالطبع لأشارك في النشاطات التي تهدف لإغاثة السوريين. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الجمعية السورية الفنلندية التي أخذت هذا الواجب على عاتقها وهو إغاثة اللاجئين السوريين وبشكل خاص في موضوع الأيتام وموضوع المدارس الميدانية. طبعا لدينا برنامج ل 2200 يتيم. بدأنا يعني نحقق كفالات كاملة، ربما لحوالي الآن 300 يتيم أصبح بالإمكان تقديم كفالات كاملة بمعدل 35 يورو شهريا لكل يتيم من هؤلاء الأيتام الموجودين الآن في شمال حلب وفي المناطق المختلفة التي تعاني من الظروف القاسية. في الحقيقة الاحتفال كان مناسبة رائعة، والتقينا بنخبة المسلمين في فنلندا، ورأيت تجاوب من الجميع وتعاون من الجميع ورغبة من الجميع ليكون العمل أكثر عطاء وأكثر فائدة. أعتقد أن ما رأيته في الجمعية السورية الفنلندية هو نموذج طيب لما يجب أن يكون عليه العمل في كل تجمعات الجاليات السورية. يعني خير المال عين ساهرة لعين نائمة. ما آمن بي ساعة من نهار من أمسى شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. الحمد لله هناك أكثر من مدرسة ميدانية أصبحت بنيت وتمول الآن من قبل المسلمين في فنلندا، وهناك الآن أيتام نطمح أن نصل بهم إلى عدد 2200 يتيم، أن يكونوا جميعا إن شاء الله من مسؤولية هذه الجالية الإسلامية الكريمة في فنلندا. أنا أشكر الرابطة السورية الفنلندية وأشكر أخي العزيز السيد رامي أدهم لهذه المبادرة الكريمة، وأشكر إخواننا في مجلس الشورى ورئيسه الأخ الشيخ أنس حجار وباقي الإخوة الذين يدعمون هذا المسار. وأتمنى من الله عز وجل أن آتي العام القادم وأن يكون العطاء أيضا قد تضاعف. شكرا للجميع والسلام عليكم.